واتكلي اوكي كده. ده هو لغى لي ايه اوبشن الالوان بره، يعني لو طلعنا بره كده من جديد تمام. اجي اضغط على الوان الوان يظهر لي الرساله دي. اخش على الاوتو يظهر لي نفس الرساله، اخش على البلاك اند وايت هيفتح لي صفحه تصوير عاديه. تمام، بختار السيستم، بختار اخر اختيار معانا في القائمه هنا دي. بعد ما اخترته بنزل بالسهم لتحت. تمام، اول اختيار معايا هنا. بعد كده بختار ايه، بختار انا عاوز الغي ايه. انا لو اخترت الاول اختيار ده كده هيلغي لي اللون الاسود. يعني لو اول اختيار ده كده بيقول لك ايه الاول كلهم، يقول لك البلاك اند وايت وال والاوتوماتيك والفول كلر وكل كده هيلغي لي كل الالوان. انا مش عايز الغي كل الالوان، مش عايز الاسود، انا مش عايز غير الايه، غير الاسود بس. رقم 2 تمام، فانا اخترت ايه اللي هو رقم 2 ثالث اختيار ده. تمام، هنا بقى بيقول لك ايه، هنا لو انت عاوز تلغي الالوان في البرينتر نفسها. ده كنا بنقوله في التصوير بس، ده كمان لو عاوز الغي من البرينتر نفسه بلغيه من هنا برضه. تمام كده، انا كده انا اخترت الاختيار ده، يبقى معنى ذلك ان المكان مش صور الالوان. اللي فوق كان خاص بالطباعه بالتصوير، كده خاص بالطباعه كده، معلش المكنه ولا هتصور ولا هتطبع الوان. يعني دلوقتي بقى لو عملت اوردر طباعه الوان، المكنه ايه هتطلعلك رساله على الشاشه ان ايه مفيش اوبشن الوان هنا في المكنه بس. وبعد كده بتك ايه اوكي عشان اثبت ايه القيم اللي انا عملناها دي بس، وبخرج بره.